في قصر الخامس عشر من يناير تجمع حشد كبير من أهالي وأسر وأصدقاء الخريجين من الدفعة الخامسة لثلاث كليات، وهي كلية الطب وكلية العلوم الصحية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية لجامعة إميكوسي، والذي جاء تحت الرعاية السامية لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار، وذلك لأجل المشاركة في هذا الحفل البهيج لتقاسم أجواء الفرح والسرور ومتعة التخرج من أناء الدراسة والبحث العلمي. وبعدها تناول رئيس اللجنة المنظمة ناصية الحديث وقال: اليوم تدفع جامعة إميكوسي أبنائها وبناتها إلى سوق العمل يحملون مشايل العلم والمعرفة. من جانبه الأمين العام لجامعة إصفاقس بتونس شبيه حبيب قال: هو اليوم سعيد بوجوده هنا ببلاد توماي، وأشاد بالصداقة والتعاون بين تشاد وتونس في المجالات العلمية والبحث العلمي. رئيس مجلس إدارة جامعة إميكوسي ألارادي كوني قال: إن الجامعة نموذج للتعاون القائم بين المؤسسات العامة والخاصة، وأضاف بأن هؤلاء الدفعة من الخريجين يحملون شعار اسم الجمهورية الرابعة. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار دافيد أودينغار وخلال ترأسه هذا الحفل قال: إن الحكومة تضع اهتمامات كبيرة لأجل تحسين النظام التربوي بالبلاد، والدليل على ذلك العدد المتزايد للجامعات والمعاهد العليا العامة والخاصة، وكل ذلك تحقيق رغبة السلطات العليا التي تسعى لتكوين جيل يضمن مستقبل البلاد. هذا وفي نهاية المناسبة تم تقديم استمارات التخرج من قبل وزير التعليم العالي والبحث والابتكار دافيد أودينغار ووزير الصحة العامة عزيز محمد صالح لبعض من الخريجين.